تم افتتاح هذا المشروع اللي هو مدرسة 12 صف في ناحية علي الشرقي. وناحية علي الشرقي من النواحي المتميزة في عملها وخدماتها، وفيما يخص الحاجة للأبنية المدرسية تم افتتاح هذه المدرسة، وإن شاء الله أنه يتم إدراج مشاريع جديدة لغرض أنه استيعاب الأعداد الكبيرة للطلبة والتلاميذ في هذه الناحية. كذلك أنه أخذنا بنظر الاعتبار الحاجة الماسة في الخدمات والقطاعات الأخرى، تم إدراج مشروع مستشفى 50 سرير في خطة عام 2023، وكذلك أنه تم إدراج مشروع جسر لناحية علي الشرقي باعتبار أنه الجسر القديم هو لربما أنه يكون متقادم. وكذلك أنه ضمن المشاريع والقطاعات الأخرى تم إدراج عدد من المشاريع على أبواب إعداد خطة عام 2024، سيتم إدراج مشاريع جديدة إضافية، ومن هذه المشاريع هي مشاريع التربية والتعليم، وتحديدا أنه الأبنية المدرسية، حتى أنه نصل إلى الغاية الأساسية في استراتيجية المحافظة هو أنه يكون الدوام أحادي في الأبنية المدرسية في محافظة ميسان. حاليا بتربية محافظة ميسان الدوام ثنائي. Thank you.